السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد عرائي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في السودان، اللهم انصر إخواننا في اليمن وفي جنوب لبنان وفي سائر الوطن العربي، اللهم أمين يا رب العالمين. دعواتكم لكل المحتاجين للدعوات، أختنا بسمة في الأردن وأختنا أم محمد في هنا في مصر، دعواتكم ليهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا في الشهر الكريم ده، شهر المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. عدى اول 10 الرحمة، ودلوقتي احنا في المغفرة. وللأسف الشديد بدل ما الناس تقعد وتستغفر ربنا، بتلاقي حاجات صعبة قوي وحاجات كارثية بتحصل على السوشيال ميديا وبالاخص على اليوتيوب. لايف كارثي من وجهة نظري ليه الاخ رضا، وما كنتش متخيل ان ممكن يطلع بلايف زي كده ويطلع فيه حاجات الواحد يعني يستحي ان هو يقولها. انا شايف من وجهة نظري ان ده كان لايف كارثي، هنطلع وهنتكلم معاكم فيه. بس زي ما تعودنا كده، متنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان نبتدي الفيديو على بركة الله كده ونكمل. معانا زي ما بقول لك لايف الاستاذ رضا والحاجة، كانوا قاعدين مع بعض، والواضح كده ان ظهور الحاجة بقى بجانب الاستاذ رضا في تسهيلات كتيرة بتحصل فيه. يعني ايه؟ يعني من الواضح كده ان بتبتدي يتفتح بها مواضيع، او الحاجة بتبقى موجودة تتسأل على اي حاجة، تدعي للمتابعين، بيتطلب اي حاجة، فالحاجة بتعتبر بتسهل في اللايف ده انه يبقى شغال. يعني من الاخر في محتوى، ان انا اطلع ومعايا الحاجة وبنطلع وبنتكلم مع المتابعين والمتابعين يتكلموا معانا، وده ما فيهوش ادنى مشكلة. المشكلة الغريبة او اللي انا من وجهة نظري ان انا كنت شايف ان اللايف ماشي تمام ومفيش اي حاجة لحد الدقيقة 50 جت، ولقينا في تحويل في اللايف. يعني ايه تحويل في اللايف؟ يعني اللايف اتحول يعني عايز اقول لك ايه 180 درجة. من لايف في دعاء، لايف في حب مع المتابعين، في اخلاق، في كل حاجة ممكن تتكلم فيها، وما كانش فاهم يتحول لشتيمة، يا اولاد التيت ومش يا اولاد التيت، وسب دين والفاظ ما كنتش الواحد متخيلها ان تطلع من الاخ رضا او كده. وان حتى ان هو استحمل وصبر حاجات كتير، ما كانش ينفع ان هو يطلع في لايف بالطريقه دي. طبعا اتكلم وقال لك ده بيهددوني بالقتل، ومش تهديد بالقتل والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها. ايا كان، يعني ايه؟ يعني دي بالنسبه لك حاجه عاديه؟ لا مش حاجه عاديه، لكن كلامه بيتقال على السوشيال ميديا، اسمع وطلع من الناحيه التانية. دخل من هنا الكلام يطلع من الناحيه التانية، ما طلعش واتعامل بعنف واتعامل بعصبيه واتعامل يعني عايز اقول لك ايه، لا ده انت هو ده اللي هتشوفوه مني وانا هعمل وهسوي، مش صح. انا شايفه من وجهه نظري ده مش صح. ليه مش صح؟ لانه الموضوع ما كانش يستاهل كده، والموضوع كبر اكبر من حجمه. من وجهة نظر انا شايف ان الموضوع كبر اكبر من حجمه. الموضوع ما كانش يستاهل كل اللي حصل ده كله. نرفزة، عصبية، شتيمة باصعب الالفاظ، ولاد تيت وترابتيت وكلام ما يتقالش، وسب دين ويوي وستات ولاد كذا ورجالة مش عارف ايه، ما كانش يستاهل كل الحاجات دي. اصعب الالفاظ اتقالت في الفيل لايف ده، وده كان من وجهة نظري ما كانش ينفع ان هو يطلع خالص. وما ينفعش الحاجات دي كلها على اليوتيوب. يعني ليه؟ في اطفال، في سيدات محترمات بيسمعوا، في كلام، يعني حاجات كتير، في ناس بتشوف اللايفات دي، ما كانش ينفع خالص الكلام ده يتقال او حتى يتسمع. والطبيعي اي واحد من القنوات اللي بتعارض الاخ رضا كالعاده هيطلع ويتقال لك انت واخد كام عشان تعمل كده، واخد كام عشان تعمل كده، وده امر طبيعي، ما كانش يستاهل اللي انت عملته ده كله. لان اي كلمه هتتقال هيتقال لك هو واخد فلوس قد ايه علشان يطلع ويعمل كل الحوار ده، عشان يطلع ويسب ويشتم باصعب الالفاظ. ده الكلام الطبيعي اللي هيتقال، وقلتها قبل كده مرارا وتكرارا، عمر سكوتك مكان ضعف علشان تطلع وتعمل كل اللي انت عملته ده. بالعكس، كل حاجة بتمشي بالحكمة، بالعقل، بالهدوء. حتى لو اتقال عليك انت بارد، حتى لو اتقال عليك اي كلام ما بتردش. ليه؟ مش في دماغي ابص للحاجة اللي انا بقدمها وبس،
متابعيني داخلين عشان يسمعوني في الحاجة اللي أنا بقولها، من غير لا سب ولا قصف ولا 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 تهديدات ولا اتهامات ولا ولا والحاجات دي كلها. اللي مزعلني في اللايف ده كله إن اللايف كان يعني عايز أقول لك بقاله كام يوم كده بيطلع والحاجة معاه ودعاء وادعي لنا يما وادعي للمتابعين والحاجات، وأنا ما عنديش أي مشكلة في حاجة زي كده. انا كواحد من القنوات اللي ما عنديش ادنى مشكله ان انا اسمع حاجه زي كده، انا واحد من المتابعين ما عنديش ادنى مشكله ان انا اسمع اي حاجه زي كده، ام بتدعي للمتابعينها ما فيهاش ادنى مشكله. لكن انه يتقلب اللايف من ادعيه وكلام كويس وحاجه قاعده وما فيش اي حاجه ام يما عشان عايز اتكلم مع متابعين وتطلع وتعمل كل الحاجات دي، انا من وجهه نظري انا شايف ان ده كان اكبر غلط. فين الاخلاق في حاجه زي كده؟ يعني انا شايف فين الاخلاق، فين الفضيله، فين الادب، فين الحاجات دي كلها، فين مراعاه اللي بيحصل ده كله. للاسف الشديد لا، اللي بجد اللي زعلني اكتر ان قناتي مش هتقدم بقى محتوى، لا قناتي هتفضل على اللايفات وهتفضل على الفضايح وهتفضل منتشره بالطريقه دي. ازاي ازاي ان القناة حتى على السوشيال ميديا، مش هتكلم عليك كشخصية، انا بتكلم على العموم، ازاي قناة تبقى طالعة شغلها الشغل انها هطلع وافضح واعمل واقول كلام ده مش صح. اتهامات بالدليل، او انت انا شايف ان انت بتتهم وبتقول بالدليل ان الارض دي مش بتاعتهم والارض دي بتاعت فلان وعلان وعندي وهتكلم ويجيبوني شاهد ونحلف واقول ومعايا الدليل في حاجة زي كده. وليه نتدخل في حاجة زي كده؟ انت في غنى عن الحاجات دي كلها. ما احنا قلنا خالتي وخالتك اتفرقت الخالات وخلاص والموضوع خلص، ليه انا اطلع ونجدد تاني واطلع واشهد وحد يتواصل معايا واطلع واقول 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 كلام مش صح. انا شايف اتهامات، شايف تهديدات، وكاننا بجد عايشين في غابه، مش عايشين يعني عايز اقول لك ايه، مش عايشين وسط بني ادمين، عايشين في غابه، واللي يعرف يصطاد واللي يعرف يعمل واللي يعرف يسوي. حاجة محزنة جدا جدا، لحد ما دخل احد المتابعين وخلاه ينهي اللايف، ودي كانت حاجة كويسة جدا جدا. لما حس ان الوضع ابتدى ينقلب رأسا على عقب بكل المقاييس، انا شايف من وجهة نظري ان الدنيا اتقلبت 180 درجة، 360 درجة كمان. لايف ادعية ولايف كويس ولايف فيه ناس وكده، ويتقلب بعد كده ايه، سب وقصف وحاجات ما الواحد ما ينفعش يقولها. رجع تاني لينا الاخ رضا بالفيديو وقال لك بقى ايه، للصبر حدود واتقي شر الحليم اذا غضب. وكان اولى انك تقول والقاذمين على الغيظ والعافيين عن الناس. يعني ايه؟ يعني كان ممكن تمسك غضبك وممكن تعفو عن الناس بالصبر، تتحلى بالصبر. انا الصراحه شهاده لله انا ما رضيتش اكمل الفيديو التاني. ليه؟ خلاص اصعب الكلام يتقال في الفيديو الاولاني. حتى الفيديو التاني لو كان راجع، اللايف التاني راجع وبيعتذر للمتابعين وغصب عني وهم طلعوني وخلوني اقول 1 2 3 وخرجوني عن شعوري وخلوني اعمل 1 2 3، ما كانش صح انه يتقال اصلا. بدل ما تقول اتقي شر الحليم اذا غضب، قول والقاذمين الغيظ والعافيين عن الناس. كنت ممكن تعفو، ممكن تكبر دماغك، ممكن تطلع تعمل اي حاجه ممكن تتخيلها. يعني نصيحه لوجه الله ان انت تطلع واعمل اي محتوى، اطلع واعمل فيديوهات، اطلع اعمل اي حاجه، وما بلاش اختلاطك بالناس على طول، وبلاش تسمع لاي حد، بلاش تسمع الكلام، ما تقولش دي قناه فلانه كلمت عني، اصل قناه علان بتكلم، اصل فلان بيهددني، فلان بيقول عليا كلام ما يتقالش. كل الحاجات دي سيبك من ده كله، اطلع وقدم المحتوى بتاعك وبس. ما تحطش في دماغك اي حاجه، خليك اللي عايز يتكلم يتكلم، وناس كثيره بتتكلم، ايه المشكله؟ لكن ان انا اطلع واقول الفاظ ما كانش حتى المتابعين متعودينها عليك، الكل كان بيتراهن على ادبك واحترامك، انت دلوقتي بتضيع كل حاجه وتقول لا ده انا من دلوقتي هتشوفوا مني الفضايح. اي فضايح؟ هو في اكتر من الفضايح اللي احنا شفناها؟ في اكتر من الفضايح اللي احنا بجد سمعناها؟ ما دي فضايح وكوارث، سب ما كناش متخيلينه يطلع منك، ده انت في عز ما كنت عايش مع مدام هناء انت ما طلعش منك الكلام ده. ده انت كنت بتقول كلمه واحده، يعني عايز اقول لك كلمه بس بتقولها، وكنت بتحس ان انا خلاص انا لساني كده يعني بص قال اللي ما يتقالش،
تقول الكلام ده كله، تقول اصل هم قالوا لي والنسوان طلعت، ما النسوان بتتكلم وده الطبيعي. ايه المشكله في ان انا اسمع اللي بيتقال واكبر دماغي واسكت، لكن ان انا افضل حاطط الموضوع ده في دماغي او كده، ده مش صح خالص. حاول ما تحطش في دماغك العناوين وتقول دي عناوين استفزازيه، ما تحاولش تقول ده حد بيستفزني، ده حد بيضايقني، ده حد بيهددني، ده حد بيتكلم. كبر من ده كله، قدم المحتوى بتاعك ومن غير اي الفاظ، من غير اي لايفات، من غير اي فضايح. يعني اللايفات اللي تطلعها ما بقاش فيها فضايح، لان مش هتعرف تعمل مونتاج عليها وتعرف تمسح حاجه عليها. ولا حول ولا قوه الا بالله. للاسف الشديد ان احنا يعني في شهر مبارك، في العشرة بتوع المغفرة اللي ندعي فيهم ربنا انه ربنا يغفر لنا ذنوبنا، لكن ان احنا نطلع ونتكلم بالالفاظ دي في الشهر ده حاجة محدش كان يتوقعها. يا راجل ده احنا لما اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده قلنا ان انت بتقول وهدد وبعد رمضان هتسمعه وهتشوفه، ايه اللي حصل؟ ليه تضيع الشهر اللي انت صمته بالطريقة دي؟ حاجة محزنة جدا جدا للأسف الشديد. هو دي الحياة اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا، ما حدش بقى بيعرف يمسك أعصابه. يا ترى موضوع يعني عايز أقول لك إيه؟ الاحتقان والحسد والضغينة بقت هي اللي مسيطرة اليومين دولت. ده اللي هنعرفه الأيام اللي جاية بإذن الله. وجيت في نهاية الموضوع، ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، ما تنسوش للدعاء لإخواتنا في فلسطين، والدعاء لإخواتنا في السودان، والدعاء لإخواتنا في اليمن وفي جنوب لبنان، وإن ربنا يعينهم على اللي هم فيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.